معي من الرياض الإعلامي الرياضي عايد السعدي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عايد. مع مين أول شيء سيد عايد؟ كرمال أتوقع إجابتك يعني. اهلا وسهلا، الله يسعد مساكم كل خير وسعيد جدا بهذه المداخله. ما بالنسبه لهذه المباراه، انا اعتقد ان العالم كله اجمع مع هذه المباراه وتتجه المباراه في هذا المساء، او تتجه الانظار بكل تاكيد لها الكلاسيكو العظيم، الكلاسيكو الكبير اللي ما زال مسيطر منذ زمن طويل على الاثاره والنديه، ودائما انظار العالم تتجه الى هذه المباراه الكبيره جدا واللي فيها من العناصر الفنيه من اللاعبين التميز الكبير، وكذلك من ناحيه الاثاره والجمهور مباراه عظيمه بكل الاحوال. اما بالنسبه لي الى من ارجع والى من تتجه ميولي، انا مدريدي ومحب لمدريد، ولكن الكره الجميله والكره المميزه دائما هي من تحضر وهي من تلبي رغباتنا. بس هو التوقعات الاكبر انه برشلونه اليوم، صح؟ كيف؟ هي التوقعات الأكبر إنه برشلونة حتى لو أنت مدريدي، صح سيد عايد؟ والله شوف، أنا أعتقد أن هالمباريات ما تخضع لأي مقاييس، سواء كان برشلونة في رتم مميز وعالي أو كان ريال مدريد في رتم منخفض، لا أرى أنها ما تخضع لأي مقاييس، والفريق اللي بيكون مستعد فنيا عند بداية المباراة هو اللي راح ينتصر، رغم أن برشلونة أعتقد أنه حسن يعني حسم بشكل كبير يعني بطولة الدوري. أنا أتوقع قديش مهمة هالمباراة سيد عايد، إن كان لكل فريق، إن كان برشلونة أو ريال مدريد، ولا عشاق كل فريق، خاصة بأنه محسوم تقريبا الدوري، يعني قديش عم نحكي عن أهمية معنوية بالمباراة الليلة؟ معلش ما فهمت سؤالك، معلش. شو أهمية المباراة؟ شو أكثر ما رح تلقي بعاتقها على مجريات على يعني أداء الفريقين، خاصة مع ما وصلنا إليه بالدوري؟ يعني نتحدث اليوم عن أهمية معنوية أكثر، إن كان للاعبين، للفرق، لعشاق كل فريق. الأهمية كبيرة جدا بكل تأكيد، حتى لو رأينا أن برشلونة هو الأقرب وهو اللي حسم بطولة الدوري حتى هذه اللحظة، إلا أن أهمية تكمن في النهاية أن المباراة هذه تعد مباراة تاريخ، التاريخ يسجل والأقلام تسجل، ولن يبقى إلا ذكر هذه المباراة مستقبلا، فكل فريق يعمل من أجل هالأمر حتى لو لم يكن له يعني أمل في تحقيق البطولة مثل ريال مدريد ويحتل المركز الثالث في هذه الفترة، ولكن أعتقد أنه يلعب من أجل الاسم لا أكثر، وراح يقاتل من أجل أن لا ينتصر عليه برشلونة في هالمساء. قديش في حظوظ لريال مدريد سيد عايد بهالمباراة؟ أنا أعتقد أن الحظوظ متساوية بين الفريقين 50% 50%، وأمنياتي وكذلك توقعاتي مدريد راح ينتصر بإذن الله. طيب أنا أشكرك من الرياض الإعلامي الرياضي سيد عايد سعدي، شكرا.